عسلامة. عسلامة. لباس؟ لباس. عرفنا عليك. اسمي فاطمة. مدام فاطمة اليوم انتي متغشة. متغشة بالله. الكار نتاع حوم الشعبية ناخذ قعد ساعتين كاملين من 8 حتى كش 11. جات الكار 11 صور من 8 تاع الصباح. جات الكار 11 بعد ساعتين. كي جيت بعد ساعتين ما حبش يقفلي في الناري. مشيت خذيت تاكسي وخلطت عليه نورمالمون الكار تجي 8. ما جاتش الكار. قال لي ما دبريش فيا. ما جاتش جملة الكار ساعتين من 8 ما جاتش الكار. ليش خرجت وقتاش جات؟ من 8 جات ل 11 الكار. السفرة. ثلاثة سوايع هذوما مش ساعتين. كي جات ما حبش يقفلي في المحطة. كي جات بعد ثلاثة سوايع ما حبش يقفلي في المحطة. خذيت عليه خذيت تاكسي وطلعت وقلت شبيك ما وقفتش في المحطة يا ولدي. خلطت عليها؟ خلطت عليه وقلت شبيك ما وقفتش في المحطة فما قانون. قال لي جيت نوريك القانون. تلفل الشرطة جاتني الشرطة باش يعملوا لي محضر ليا أنا. هو الغالط بسببها باش يولي باش نولي أنا غالطة. كي جات الشرطة قالوا لي ما زلتي مرة جاية تعاوديها رانا نعملوا لك محضر. قلت له علاش؟ قال لي خاطر الكار تجي وقت تحب هي ما يهمكش فيها انت وقت تجي. معناتها انا نمشي نخدم معناتها شوفوا راهو الشعب التونسي قاعد يتعذب. راهو الشعب التونسي قاعد يتعذب. راهو الشعب التونسي ماهوش يحكم في البلاد. فما ناس قاعدة تحكم فيه. فما كار تقعد ثلاثة سوايع ومن بعد وما يقفليش في الاري ما حبش يقف لي في الاري. جيت نكلم فيه خاطر ما حبش يقف ما يقفش في الاري. قال لي ما دبريش فيا ومن بعد جاب لي الشرطة. جاب لي الشرطة باش يدنولي انا في مشكلة مش هو. قالوا لي نعدوها لك انت نعملوا لك محضر مش هو. كيفاش هذيا ظلم ولا مش ظلم؟ كي جات الشرطة قلت له سامحني انا وهبطت على روحي خذيت تاكسي. توا واحد في بلاده يا رسول كار هذيا لحشتنا بسكر. كار الصفرة الكار الصفرة. كار الصفرة لحشتنا بسكر لحشتنا بزيت لحشتنا بومول لحشتنا بجافيل لحشتنا بشاي. حشتنا هذيا كار صفرة نتاع 600 فرنك ما عندناش فيها حق. بعد ساعتين جات الكار قلت له شبيه بعد ساعتين الكار جات الصفرة مشى جاب لي الشرطة هو مش يحطني انا في الحبس. وقالوا لي ما زلت تكلميه الشوفير نتاع الكار تشوف شنو نعملوا لك. عمرك شري. قلت له يا خويا قلت له راس المركز سامحني انا هابطه هبات مشيت خذيت. انت كيفاش حكيت معاه الفاصون اللي حكيت وانت تعيط؟ لا متربي حكيت معاه قسمت بالله والقران والرحمن حكيت معاه متربي ما قلت له حتى كلمه. هاكا بيناتنا ربي وربي هو اللي شاه. قلت له شبيه الكار الصفرة بعد ساعتين جات جاب لي الشرطه اللي انا مش يحطني انا في الحبس الشوفير نتاع الكار الصفرة. هكا هو ديما الحكايات هكا تصير بتاع الروتار. اه ديما الروتار ملي حليت عيني في تونس والكار السفرة تخدم كيما تحب هي. هكا هاو ديما روتار الكيران صفر ديما روتار. تجي تكلميه تولي مطلوبة الكيران صفر في تونس راهم مش نورمال راهو عاملين فينا. نحنا كلموهم يجيبوا لنا الشرطة نولوا نحنا مطلوبين. كيفاش كار تقعد كيفاش كار تقعد ساعتين نولوا نحنا كي نجي نكلموا نولوا نحنا مطلوبين. نحنا لا حاشتنا لا بماكلة لا حاشتنا بخضرة لا حاشتنا بحتى شيء لا دينار لا جافيل لا شيء. حاشتنا بكار السفرة ما عندناش فيها الحق. بعد ساعتين كار السفرة تجي كيفاش؟ والله مدام الحاجات الأخرى اللي قاعدة تصير معناها حاجات الأخرى إيه إيه حاسينو حاجات الأخرى ظلم ظلم حاجات الأخرى ظلم. كيما شنو؟ شنو الغرايب اللي يصيروا في الكار؟ غرايب ساعات ايه خلي عادة في الكار ساعات راجل كبير يبدا يقف ورا امراه ساعات حكايه والله حكايه مش نورمال. تحرش تحكي؟ فما برشا تحرش. ما نحبش نحكي على الموضوع هذاك فما ناس مرضى ما نخش عليه. ايه ما انا نحكي على الكار بعد ساعتين ما تجيش. فوالا يعني انت فوت الخدمه نتاعك؟ فوت الخدمه كل شيء فوت وليت ناخذ في تاكسيات باهيش زيد. قداش تطلع لك التاكسي؟ تطلع لي 10000 باش نمشي نخت. أنا يوميا 10000 هكا؟ يوميا 10000 أنا ناخذ تاكسي. هكا هاو. معناها التاكسي لازمها ميزانية واحدة. أيوا، إيش باش نعمل بالله؟ كان جات الكار يرحم والديه، كان ما جاتش واحد يمشي على روحه، هذي نقر راهو، ما طلبناش ماكلة ولا طلبنا شراب ولا طلبنا حاجة، طلبنا نقر، طلبنا الكار السفرة. أنا ما نحبش اللي الشوفرة تاع الكيران السفرة راهو عاملين فينا، ما يجوش في الوقت، هكا هاو. ما هو اكيد فما عطب فما حاجه ولا انت تقول انت عاملينها بالعاني. قال لي الكار مكسره. قال اي الكار مكسر. قال لي الكار مكسره. كي الكار مكسره كيفاش نعمل انا مع نبطل معاش نخدم على خاطر الكار مكسره. قال لي الكار ما تمشيش الكار مكسر. كيفاش الكار مكسره بطل انا معاش نخدم؟ ها الروتار هذا كان في الصباح والا على طول النهار؟ في الصباح انا ناخذها في الصباح. في الصباح الروتار هكا. العباد الاخرين تشكاو زاده ولا كان انت تشكيت؟
كان انا تشكيت على خاطر الناس كل خايفه، خاطر خايف خاطر باش يعملوا لهم كيما يعملوا لي انا. الشوفير تاع الكار جاب لي الشرطه باش حتى هما اللي يتكلم يجيبوا له الشرطه في تونس. بطل الواحد يسكر فمه ما عادش يتكلم. انت بعد الحادثه هذه نزلت باش تتكلم؟ نتكلم انا ريت الشوفير تاع الكار هو يعرفني وهو يعرفني اللي جاب لي الشرطه، نقول له حسب الله ونعمل فيك وكيل الشوفير نتاع الكار هكا. هاو تو انت ما مشيتش تخدم؟ انا تو اليوم كونجي ما نخدمش، نخدم في كوشه انا في مخبزه هكا. هاو اليوم كونجي حتى بالاحد نخدم. الخدمه تمشي لها ديما روتار ولا في وقت؟ ديما في روتار، نمشي مجرد الكار السافرين. عارفك شنو يقول؟ عرفتي مش عارف؟ عرفتك شنو تقول؟ هي معايا الحق عليه. نقول لك شحال ما تقوليش هاي خاطر تعرف كار السفره شنو هي. قلت لها الحكايه، قلت لها على كار السفره، قلت لها الشوفير شنو يعمل. انا كلمته وجاب لي الشرطه. معناها انت كي تمشي تخدم لازم تحكي الوضعيه اللي عرفتك باش لا تقولي روتار. نقول هاي روتار كيفاش ملكا هكا. ها اما هو معناها الشوفير ما عندوش بيك بونتو ولا حاجه، ولا هو يعرفك جاب لك شرطه مكسره؟ إيه الكار مكسره كيفاش نعمل انا؟ الكار مكسره انا كيفاش نعمل؟ لازمك تدبر امورك وقت. اي صحيت يقولون راه الكار كيران خرده برو خذوا تاكسي توكها. شنو تقول وزاره النقل؟ وزاره النقل نقول لهم خلوا كيران الصباح تجي في الوقت على الاقل الصباح مش العشيه هكا. برشا 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 ظلم في تونس برشا. شنو الظلم زاده؟ في حاجات اخرين؟ والله اللهم يعرفوا اللي يظلموا يعرفوا رواحهم. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. خليف الكار. لا ونعم الوكيل في اللي ظلمني، وشافوا وجهي ويعرفوني، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني. والله. بخلاف الحادثة هذه شنو اللي صار معاك؟ صار معايا. هكا هو ما صار معايا حتى شيء. ما صاروش معاك هكا طرائف هكا في الكار ولا حاجة؟ ما. لا لا. وبخلاف الكار السفرة اللي مقلقتك فماش حاجة أخرى مقلقتك؟ حاجات اخرى مقلقتني التحرش في الشارع. ايوا التحرش راهو تونس خاطر تمشي راهو نسيت تاع تونس مساكن مساكن والله. تو انا هاني هبط نعمل في دوره 20 واحد بزنس علي والله، واحد يا قطوسه واحد يا دبدوبه يا غزاله. انا غزاله والله تو قاعده نمشي في الشارع 20 واحد بزنسني والله مش نورمال. فيك ماكش غزاله انت؟ انا غزاله قال لي غزاله باهيشي زاله. هاي نورمال معناتها نحكي لك على الكلامات على النساء معناتها على التقلقات للنساء. انا انت كيقول لك شكون هكاك؟ يشوفوا امراه كيفي انا ولا اي امراه يشوفوها، يشوفوها حكايه اخرى، ما يشوفوش امراه متربيه. يا غزاله يا دبدوبه يا قطوسه. انا قطوسه؟ انا غزاله؟ والله غريب هذا. شكون يقول لك هكاك؟ هي يقول لي يا غزاله ما مش يبدا انا نمشي انا ندور وهو يدور زاده. واه مره واحد انا ندور وهو يدور. يا بابا قلت له عمره 70 سنه، يا بابا راني بنتك انا ندور وانت والله مش نورمال. حاسين ايش علينا في الطرايف هذه؟ المهم كار السفره براس ميمتكم راهو يظلموا في العباد.